هذا النحو الأول، الجزع مكروه على أي أحد كما يبدو من بعض الروايات. هذه الروايات مذكورة في كامل الزيارات، وهو من الكتب المعتمدة وفي غيره أيضا، ولكن هنالك استثناء واحد فيما نعلم، وهو الجزع على سيد الشهداء. مو الجزع فقط، وإنما الهلع أيضا. ما هو الفرق بين الجزع والهلع؟ الهلع كما يقوله اللغويون أكبر أنواع الجزع، يقال له هلع. الإمام السجاد صلوات الله عليه يقول: حتى كادت نفسي تخرج، فتبينت ذلك مني عمتي زينب، فقالت لي: ما لي أراك تجود بنفسك؟ لاحظوا العبارات. فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع. هلع مو فقط جزع. راجعوا روايات كامل الزيارات، الجزع كله مكروه ما خلا الجزع على الحسين. أنا أفكر إذا قتل النفس كان جائز، كثير من المؤمنين كانوا يقتلون أنفسهم في يوم عاشوراء من عظم المصيبة. هذا اللي يأخذ السيف ويضرب به على رأسه، هذا الحكم الشرعي دا يحدده ما يخلي. وإلا كثير من هؤلاء شدة تفاعلهم، إذا كان قتل النفس جائزا لكان يقتل نفسه جزعا على سيد الشهداء، ولكن محرم. ولو عندنا أحد العلماء الشيخ خضر ابن شلال له رأي في هذا الموضوع مذكور في كتابه أبواب الجنان، راجعوا رأيه. ولكن المشهور أن هذا حد شرعي، حد، فما في إشكال. التطبير مظهر من مظاهر الجزع على سيد الشهداء. إذا واحد أبو يموت يريد أن يجزع، شلون يجزع؟ يشك ثوبه مثلا. هذه المشاعر المختزنة في القلوب، واحد يظهر هذا الجزع وهذا الهلع بالضرب على رأسه بالسيف. راجع الروايات، الجزع كله مكروه ما خلا الجزع على الحسين صلوات الله عليه. وفي رواية أخرى أيضا مذكورة في كامل الزيارات، العبارة إظهار الجزع، إظهار. هذا استثناء تشريعي. فيما نعلم، فيما أعلم، هذا الاستثناء خاص بسيد الشهداء. هذا النحو الأول من التعويض الاستثنائي الذي قابل الله به العمل الاستثنائي لسيد الشهداء.